صليب قبطي قديم، ولكن كلماته يونانية، لكن الصبغة المصرية هي الغالبة على هذا النحو. إنما اللي عايز أقوله إن ألحان الكنيسة هي ألحان تعبيرية، الكنيسة صاغتها لكي ما تعبر الروح عن معاني الكلمات. وعشان كده هتلاقوا حضراتكم إن لما نقول بالمقدس الموت زي ما هو في اللحن، تلاقوا اللحن في الموت الأولاني قوي جدا، وبعدين يجي في الموت الثاني يبقى ضعيف جدا، لأن الموت الأول هو موت السيد المسيح الذي سحق به الشيطان وغلب الموت الثاني وموت الفضيل. فتحسوا إن الألحان الأبطية هي ألحان تعبيرية تعبر عن المعاني الروحية التي فيها.